ده المفروض يعني ما بين الآيات القرآنية، ما بين ما بين الأحاديث. للأسف الحديث اللي ما بيتعملش فيه خالص دلوقتي، إحنا أتاكم وتقدموا كله وقول الله فسيقولوا تمام. وسبحان الله بقية الحديث حصل، فإن لم تفعلوا فأنتم بتاكلوا فتنة. لا ما ينفعش نقول مش موجود، ما ينفعش نعمم منين؟ احنا اشتغلنا في البرمجه، ما ينفعش نعمم. ما ينفعش نعمم بالتدريج، مش هقول لك على حاجه وبعدين؟ طب انا قلت مش شايفه. طب انا قلته. انا بس اه على فكره مش فاهم. اه انا بتبقاش يعني ما بتسمعش. لا انا بحس الاسماع. اه هذا الكلام اصلا. تمام؟ الحديث للراجل او الحديث هيجي حديث الولي الامر تمام. المفروض الحديث ده موجه للاباء والامهات او من يلي امرك تمام. ان في ناس مثلا باباهم وامهم ينفع عمها خالها بتاع. فاحنا لو مشينا على كده احنا المفروض ندور على ايه؟ لا احنا بندور هو من عيلة مين؟ بندور معاه فلوس قد ايه؟ بندور هل هيعرف يعيشها ولا لا؟ وظيفته ايه؟ في ناس برضه الحته دي الوظيفه. لا مش مصور فكري، يا ريت مصور فكري. لا هو معاه وظيفه عشان كده يبقى في مرتب ثابت وهيبقى موجود ولا لا؟ طب العلوم دي علوم بني اسرائيل يا دكتور. ايه؟ العلوم دي اساسا علوم بني اسرائيل اللي احنا ماشيين عليها حاليا. دلوقتي قال لك ايه؟ لما جالهم باروك ملك قال له لم يقطع سعه من المال يعني. موضوع المال. للاسف. فنحن حاليا بنقول نقيم زي بني اسرائيل مع مستدين مع كذا مع كذا مع كذا، نقيم الشخص بالمال. ايه؟ هي تختار؟ ماشي، ما هي تختار عندها ميزان. ايوه يعني الكلام ده ينفع يكون مواجهه للخصم؟ اه طبعا. لا هو ممكن يكون انت وليت امر نفسك. بقول لك ممكن تكون انت وليت امر نفسك. تمام؟ انت عندك ميزانين، دين وخلق. ازاي؟ هتسالي عليه السؤال ماشي، اسالي عليه هل هو اقل حاجه وبيصلي ولا لا؟ انا بقول لك احنا هناخد بالمظاهر بعد كده نستخير. ما هو في البدايه ما تبقاش اول قصيده كفر. بص يا لسه ما تبقاش اول قصيده كفر وجاي مش بيصلي ويقول لك اصل ربنا يهديه بعد الجواز. يا بابا دي احنا اتكلمنا عليها في الصحه النفسيه للمحاضرات اللي فاتت كلها، ان في النشأة حاجات بتبوظ صح؟ احنا دلوقتي بنتكلم على اساس النشأة، الارشاد الاسري بيعمل ايه؟ اساس النشأة فهمتيني؟ انت المفروض انت عايز تعملي جيل يعني لو انت فعلا لو يعني تعملي جيل كويس وانت اتجوزتي في جواز تقليدي يبقى انت تدوري على ده. ما تدوريش انا عايز اتجوز وخلاص، اصل هيقولوا عليا ايه؟ اصل سني كبر، اصل 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 اه هو مؤدب ومحترم واخلاق بس معهوش وظيفه. ما هو ده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. هل اللي احنا فيه المعتقدات اللي احنا فيها هنا هو نفس كلام العلم ولا ضد العلم؟ هو ده اللي احنا هنشوفه. ايه؟ عنوان النهارده الارشاد الاسري. دخلنا في دبلومة الارشاد الاسري. أول محاضرة في دبلومة الارشاد الاسري. انت الدكتور حنان؟ حنان المرة الجاية إن شاء الله. حنان الجمعة الجاية. تمام؟ فاحنا بنتكلم دلوقتي احنا قلنا كلمة دين هي طريق على عايش الحياة صح؟ فاحنا بناخد ديننا منين؟ قرآن وسنة صح ولا غلط؟ طيب احنا في حديث سيدنا النبي صحيح ومفيش أي اختلاف عليه. لو مشينا بيه احنا هنرتاح بنقول أصل ما فيه، ما ينفعش نقول ما فيش. إيه لك إن يوم القيامة قام؟ ما هو لو ما فيش ده يوم القيامة قام. يا خلاص يخش العقل كده يعمم ويهدد يعني. ما بقول لك هي دي احنا عايزين نعملها. تمام؟ يعني دلوقتي انا اسف لفظ انا اسف. يجي واحد يتجوز يقول لي ايه؟ ما بقاش في بنت كويسه. ليه ما بقاش في ست عميده؟ ليه ما بقاش في بنت كويسه؟ ما فيش بنت. بصي بقى التعميم، ما فيش بنت الا لما كلمت حد. ما فيش بنت الا ده دلوقتي يقول لك ايه؟ مش مضمون هي بنت ولا لا. انا اسف اللفظ بيتقال. والله بتتقال. وانا اعرف حالات كده راحت للدكاتره ورجعت بنت تاني. انت فاهماني ازاي؟ وربنا يستر على ولايه. لكن انا بكلمك هو بيتكلم بناء على ايه؟ على شواهد صح؟ بس ينفع التعميم؟ هل كل بنات المسلمين كده؟ ده مستحيل. احنا دورنا ايه بقى؟ احنا ندور. هنتعب هنتعب. لان انت عايزه ترتاحي.
صح؟ ولا ان كده خلاص شكرا يلا اهي جواز وخلاص اصل كلهم كده، لا ده مستحيل. فهمتني؟ وكل لو فعلا الطرفين الكويسين بدل ان هم يدوروا على بعض هتبدا اسر بعد كده ايه اللي هيبدو؟ هنحاول نعمل بقى اللي باظ الفترات اللي فاتت. صح ولا غلط؟ هو ده اللي احنا عايزينه. احنا دلوقتي احنا بنتكلم في الصح. طبيعي ان احنا بنقوله ده، ما خد بالك، ما هو ده لو موجود في المجتمع ما كانش الدوره دي هتبقى موجوده. تذكر فإن ذكر ذنب آدم. فهماني؟ ما احنا بنطلع ننصح ونرشد ليه؟ لأن في خطأ. فهمتني؟ لو ما كانش في خطأ أنا هنصح إيه؟ يعني مثلا ابني بيصلي أقول لك صلي. زي سيدنا عمر لما قدم استجابة للقضاء. يقول له أو مشقة القضاء يا عمر قال له أنا خمس سنين ما جتنيش قضية. أيوه. قلت لك شوف المحاكم. أعوذ بالله، احنا عندنا دلوقتي أكتر من مليون حالة طلاق سنة. طب احنا عايشين على إيه مليون حالة طلاق؟ مليون يعني معناها 100 مليون انفصلوا. يعني معناها مليون. ده الحديث يا نسمة بقى. تمام؟ تنكح المرأة الأربعة، فدي أربع حاجات المفروض الراجل يدور عليها. لكن في الاخر قال لك ايه؟ فصل بالذات الدين. ثاني مسألة ايه؟ هو ده الاساس. بس خد بالك اصل يعني ايه قلنا كلمة دين؟ لو ما عندهاش انها تخاف الله هتفعل ما تشاء. هو الدمار الشامل. انت فاهم ازاي؟ لا أو هو ما عندوش برضه ما هو نفس النص. دينه وخلقه، خد بالك دينه وخلقه. جه عند الست قال لك ايه؟ فصفر بذات ايه؟ الدين، ما جابش خلقه ليه؟ دي منظم الدين مع الست ما ينفعش يجي من غير خلق، لكن مع الراجل ممكن يبقى ظاهره دين لكن ما عندوش خلق. ده اللي انت ايه؟ قلتيه من شويه، ملتزم لكن اخلاقه ايه؟ عشان كده قال لك ترضى ايه؟ دين وخلق. فهمتيني؟ ودي تعرفيه من ايه؟ لا هنتكلم في الخطوبة بعد شويه. لا تعرفيه من ايه؟ في بدايه السؤال هل هو بيصلي ولا لا؟ رقم واحد. بعدين تسالي معاملاته مع الناس ايه؟ المعامله. ما الاخلاق هتبان امتى؟ معاملاته مع الناس. مع اصحابه في شغله، مع نيته، مع عملاء اذا كان هو مكانه. فتره الخطوبه برضه بيظهر. مع اصحابه ما بيظهرش. ازاي يظهر الكلام ده كله؟ مع اصحابه المفروض ما تنسبش يعني. لا خد بالك. عشان كده غلطت قوي مع اصحابه. لا بالعكس، ما هو كده باين. لا هو ممكن ما يكون محترم في الحياة بس مع اصحابه هي. ما هو نفس الشكل مع اصحابه هيبقى مع مراته. ما هي بيسموها صاحبه. ما هي الزوجه اسمها ايه؟ صاحبه. بس برضه يعني مش كده يا ابوها يعني. ده اللي متهيألك انت، ده بس عشان بدايه المعامله مع اي بنت وكده انت بتبقى متحفظ تحاول تظهر افضل. ده هنتكلم عليه في الخطوبه كمان المفروض تعمل ايه. لكن بعد الجواز دي شالوه. دي احصائيه مش في مصر بس، طلعت في العالم. اكتر نسبه طلاق في اول سنه. اشمعنى؟ اكتشفوا بعض. وايه الاسباب؟ لا على فكره مش لسه جديد. ده بقى له 14 سنه مرتبطين. 14 سنه كده. ايوه السنة اللي هل 14 سنة كانت كده؟ بصيت هي بتبقى شايفة عيونها متغاضة عنها. هو شايف عيونها متغاضة عنها. طب اشمعنى في أول الجواز اتصدمت في أول سنة؟ ما خلاص عشان كده بقول له رأيت حب عمي. رأيت حب إيه؟ عمي. خليكي بعد شوية نتكلم عليها. يلا ده عامل وطاش يا مصر وكل حاجة. لا 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 سيبك من القصه دي. ما هي دلوقتي دوري مثلا او السن او كده. لا 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 انا بتكلم ان هم يعني في قصه حب. يعني عايز اقول لك يعني مش قصه ليلى يعني انا بيقولوا كده. انا بحس ان هم ماشيين بيتطشوا الحب كده في الارض كده ما شاء الله. تحس ان هي ضايعه خالص وهي ماشيه تمام وتيجي اول سنه. لا هو ما كانش كده. ايوه لا هي ما كانتش كده. هو لا مش بيمثلها. هما كانوا فاكرين انهم هيتغيروا ممكن بعد دي حاجه اللي هو ايه ممكن الحاجات تتغير ممكن تتغير. غالبا الراجل بيبقى عنده الفكره دي لا انا هروضها. دي مصيبه. انا هعملها. انا دي مصيبه. دي مصيبه.
على قصص حب الجواز وتيجي في اول بس برضه عشان لما بيبقى في الجواز بيشوفوا بعض على طول فاللي هو بيزهق يعني في حاجات ما بتبانش غير في الوقت ده يعني حلو قوي بره الخطوبه مش هيبان عشان كده ده اللي احنا بنقول في حاجات معينه في الخطوبه لازم تظهر للطرفين عشان ما ننجحش من الصدمه في اول سنه احنا خدنا البرمجه من اساسيات البرمجه اللي احنا دخلناها في الارشاد الاسري تمام ان انت تحاول تعرف نمط اللي قدامك لو انت بجد دلوقتي لو انت مش بتنمي نفسك زي كده حد من بره عادي انت ممكن يجي لك من ضروري حد يجي لك درس تنميه ثانيه او اقرا زيك فانت رقم واحد تشوف النظام اللي انت عايزه تعرف تعيش معاه هل انت عايزه واحد نظام بصري اللي هو كلمه رد لطافه وما يردش كتير وينجز وحاجات بسرعه وحد حركي تمام ولا عايز واحد يناقش ونقعد ونحكي والدنيا ولا واحد يطبطب وبس احسن حاجه ليه هو لازم يكون نظام احسن لازم يكون نظام سمعي لو انت بقول لك لو عليك انت تدريس تنميه انت هتقدري تعيش مع الثلاثه. لان المفروض ان انا بوصلك ان الثلاثه قريبين من بعض. فهمتيني؟ بس بيجي العقل بيتحكم في الثلاثه، لكن برجع اقول لك انت هترتاحي مع مين؟ هل انت عايزه واحد حركي وبيتحرك بسرعه وعنده رؤيه للمستقبل وحد بيعرف يفكر كويس قدام تمام؟ ولا احنا ما ينفعش نقول كده هي اللي تختار او هو اللي يختار. تمام ولا عايز حد لا انا بحب اللي يناقشني واتناقش معاه ونبقى في مناقشات كتير ويقنعني يقنعه تمام ده سامعي هو ده تمام ولا عايز حد يولع لي شموع وحد كل شويه يجيب لي هدايا تمام ممل جدا والله حسب ما بتعيش في واحد لما يبقى ده غالب عليه النظام الحسي بيبقى غالب عليه الحاجه دي مش فاهماني؟ ما احنا اتفقنا ان الثلاثه فينا صح بس لما يبقى غالب نظام يعني اغلبيه افعاله هي دي يعني اغلبيه افعاله بتلاقيه بيتكلم على بكره انه عايز يعمل وعايز الحاجه بسرعه واكتب جدا هو باختصار يعني لو الموضوع ده غالب عليه قوي يعني ما تخيلت يا هو انت هاديه وراسيه وبتتكلمي نفس الطريقه دي تخيل بقى لو انت عايز واحد بصري وعايز كده مش هتعرف تعيشوا مع بعض ليه الحركه بتاعته السريعه مش موازيه تمام هو لا هو سامع مش وسط بصراحه كده تعب مش وسط هو وسط يا طب برضه ما بين الحس والبصر كده لا 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 السمع لما بيزيد بيفقد المشاعر اللي عايزها الحس في نفس الوقت مش على سرعه البصر تمام فين الوسطيه بقى؟ هو انا محصل كده ولا محصل بس هو ده اللي راح احسن تمام يا الا بتختار يا انت بتختار النظام الحسي ده عايز حد رومانسي عايز حد يقدس موضوع رومانسي يبقى احنا هي حنيه الاب الموجوده فيه او هي تبقى حنيه الموجوده فيها تمام هاديه في البيت ما بحبش الدوشه ما بحبش ايه ما خلاص بس هنا دكتور لما يكونوا مختلفين عن بعض بيبقى في دفع اقوى ده لو الناس فاهمه تمام بيحصل مشتبهين يبقى في تنافر ده ضد المغناطيس احنا بنقول لما في نظام الغالب عليه فهمتيني؟ هل هو ما عندوش ولا واحد بصري؟ فهمتيني؟ بس لما يبقى غالب ويطلع نخش في بصري حاد او سمعي حاد او حسي حاد دي المصيبه يعني لوحنا ان ازاي تقدر تستخدم البرمجه عشان تاخد شريك حياه دي حاجه مهمه ايه الفرق بقى
ما بين عقل الراجل كراجل عموما ملهاش دعوه بصري سامعي وحاسي ماشي وعقل الست كست. الراجل غالبا بيبقى ناشف. انت مش ناشف هو الراجل مش عارف. لا والله يعني شاهدين كده؟ انت عايز تقول ايه يا تحسين؟ بقول لك الراجل اللي هو طبعه ناشف او اللي هو كده اللي هو حاد زي ما الحيه خلاص الغالب. طيب هو ده الفرق بين عقل الراجل وعقل الست. لا بحس برضه الراجل بيحب يبقى قائد. ما هو اللي بقوله في ست بتبقى كاتب صح؟ ايوه بتبقى ناجحه جدا الغالب جدا جدا عند الراجل ويستحسن الراجل طبيعي طبيعي ربنا لما قال الرجال قوامون على النساء قوام يعني القائم باعمالها ده المفروض القائم باعمالها لا هو بيحب مثلا المتحكم فهو فاكر ان قوام التحكم وده غلط مش معناها تحكم يا جماعه الجواز شركه. شركه ما بين طرفين. ممكن تكون اي انا عليا دور وانت عليك دور. انا عليا اعمل حاجه وانت عليك تعمل حاجه. لكن لو الادوار تدخلت هنا تيجي المشكله. يعني لو الراجل بدا ياخد دور الست والست بدات تاخد دور الراجل بالباص. بس. يعني الدور ده محدد هقول لك فهو احنا لما قلنا دلوقتي الرجال قوامون على النساء. المفروض ان انا القائم على اعمال مراتي. ايه اعمال مراتي؟ اكل وشرب وملبس وطبعا على قد ما اقدر. لا فوق ولا تحت يعني ما انزلش نفسي حاجه غلط يعني اعلى مني ولا ابقى في بخل وسخط ومع حاجه معنى زي ربنا سبحانه وتعالى تمام؟ الاكبر ايه؟ ايوه احسن. طيب الراجل بطبعه نسمع آلة غرف والكلام ده صح. يعني مثلا أنا دلوقتي هنا في غرفة اسمها شغل. مستحيل أقدر أفكر في البيت. يعني ما ينفعش. لكن وأنتِ قاعدة دلوقتي دماغك فيها 30 ألف حاجة. يعني أنتِ قاعدة بصاني ركزت شوية رحت استرحى لماما، شوية رحت طالعة لأخوكي، شوية رحت طالعة في البيت، رحت شوية رحت في الدروس مش عارف إيه، وشوية تقدر تربط اكتر من حاجه بعض، ده بينفعك لحاجه سبحان الله برضه ربنا ما خلقش حاجه هباء. بعد الخلفه سيادة بيبقى معاكي ابنك بيصرخ بتشيلي تبقي حاطه غسيل وغساله وحاطه الاكل على البوتاجاز وبتكلمي اهلك في البيت ومشغله تلفزيون. انا اقول تابعي يا كله. فهمتيني؟ الراجل ما يقدرش يعمل كل الكلام ده مع بعض. ايه؟ بيتهيألك. طب يتقال ان ميه على الله الراجل من طالبين بيتجوز ولا دي عامه؟ لا لا دي حاجه ودي حاجه. دي قصه ثانيه. تمام؟ لكن اللي مقصود ان انت تقدر تعمل اكتر من حاجه مع بعض. عشان كده تقدر تقوم باعمال البيت كلها مره واحده. يعني لا الست اللي هي بس اصل مش قادره اعمل كذا مش قادره بعرف انها تستهبل اصلا ما تنفعش تبقى ست بيت وعايز تطلع فيها الناس. اه طبعا. اللي مش قادره ومش قادره وهي ومين هو؟ لا دي مدلعه. حاجات بقى جبنا الصلاه من بره جبنا الصلاه وخدنا الصلاه ومرق عليه والله تمام دي مصيبه صوت بيتهيألي في البيت في الجواز هتلاقي سبحان الله تركيزك وتفكيرك بيتغير واحنا اتفقنا في البرمجه ما ينفعش تقول ما اعرفش خلاص عقلي هياخدها على كده معرفش اوكي يعني معرفش بس انا بقول لك لما يقول لك ربنا خلق فيكي كده مش معقوله خلق باقي الستات وانت لا يعني فهمتيني يعني دي خلقه بنتكلم من ست بقى مصريه هنديه هي من المريخ تمام هي بنفس طريقتها دي لما هي ما بتقدرش تعمل كده ده عيب عندها هي نفسها في الشخصيه نفسها لكن كامكانياتها تقدر فهمتيني فتقدر تمسح البيت تقدر في نفس الوقت تلاقي الكلام دي عند الموظفات اكتر من الستات بص عايز اقول لك
أنشط. هو مش موضوع أنشط، هي عشان صبرت نفسها على حاجة زيادة عن الطبيعي. الطبيعي بتاعها، وعلى فكرة أغلبية المصابين مش مصابين. الكلام صعب. ليه؟ لأنها متأثرة بحاجات كتير جدا. عارفة تفتح في الشغل وتلاقي على فكرة في مشاكل الشغل، بتطلع غلب البيت في الشغل وغلب الشغل في البيت. يعني على طول تلاقيها نرفز. احنا ليه بندخل ده بده؟ بالراحه عشان تعملتيها اكتر من مره برضه. احنا بنتكلم ان هي دي بس الحاله الواحده ولا فيها اكتر من حاله؟ يعني انا بتكلم انها بتشتغل وبتشتغل عليها ستريس وعليها ضغط معنى بيه ربنا. ما بين ان عايزه توازي الشغل. خلاص؟ يعني المفروض تعمل الشغل وعايزه تثبت نفسها، تثبت كفائتها وتثبت ذاتها ويمين والكلام ده كله ممتاز، صح؟ طب حالها في البيت ايه؟ مش عايزه تتاثر مع جوزها عشان ما يبصش بره ومش عارف ما يلعبش بديله، تمام، ومع العيال ويبقوا ناجحين وتذاكر. يسبب ارهاق. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بس حلو قوي، حلو قوي. لغايه امتى؟ وهي ماشيه كده فقدت ايه؟ عارفه اقل حاجه فقدتها ايه؟ صحتها. شكلها. لا شكل يعني كل صحتها وقيسي بقى. انت فاهمان ازاي وقيس؟ ويجي الراجل يقول لها شكلك كبرت يا ام احمد. تمام؟ تقول له ما انا كبرت من الهادي وكبرت من عارف ايه وكبرت من ايه. انت فاهمان ازاي؟ غير اللي قاعده متثبته في بيتها وقاعده مرتاحه. واساسا تكوين المراه بتكبر اكبر من الراجل. يعني ده تكوين احنا بنقول بس هي اسرع. اسرع. بتزيد سنه في سنتين. لكن تعالي لاساس الخلقه برضه في بالك. سبحان الله يا جماعه، العلم بيعمل ايه؟ العلم بيثبت لك القوانين اللي ماشي عليها الكون. يعني بيحاول يكتشفها ويقول لك القانون ماشي كده، فامشي زي القانون عشان ترتاحي. ده العلم كله. حلو كده؟ فلو احنا خالفنا القوانين دي ايه اللي هيحصل؟ نتعب. حلو قوي. هقول لك حاجه. يعني انا زوجتي في مرض، ايه رايك؟ انا عايز اشتغل. انا اشتغل، ما فيش فيها مشكله، بس هتقدري على شغل وبيت؟ لو هتقدري تظبطي، بس ما تجيش تشتكي. يعني فاهماني؟ يعني اصل انا ما بطيقش اطلع بره البيت. هتقول اصل الوقت دلوقتي والست لازم تساعد الراجل. ممتاز. طول ما لازم تساعد الراجل وهو شايف انها بتساعده يبقى هو لازم يضغط على حاجات في البيت. يعني انت فاهماني؟ تخيلي بقى لو هو بيضغط على حاجات في البيت ومطلع عين اهلها. ملك. فهماني؟ خلاص يبقى سيب الشغل المواضيع في البيت. وهو اللي مسؤول مش انت المسؤول يا سيادتك. يعني هو المسؤول. تمام؟ يعني هو المسؤول الاكل والشرب وهو اللي ربنا بيبعت المفروض يبعت عن طريق الرزق. لا احنا نساعد بعض عشان خاطر نبقى احسن من خاطر وافقتوا انتوا الاثنين حطوا بقى القواعد بتاعتكم بقى لو سمحتوا. هتيجي في يوم تلاقي الاكل مش جاهز فهتجيب الاكل من بره. هتيجي في يوم المكوى مش هيبقى مظبوط. ده الاكل ده بدا يجيل. ما انا بقول الاكل الثاني بدا يدخل البيت. ده قصه ثانيه دي. سبحان الله. هتحس صح على حفظها. دي قصه ثانيه، تمام؟ احنا تعالى بس نتكلم على القواعد اللي المفروض تحطوها بقى بعد كده. خلاص هو اللي مش الاثنين وافقوا، مش هقول ان هي شركه. هي شركه. تمام؟ وانا طالب من واحد تساعدني في الحياه وامور الحياه والدنيا دي كلها. خلاص تعالى نحط قواعد مع بعض، مفيش حد فينا يخالفها. زي الدستور، زي القانون. هاجي في ايام، ده مش معناه انه كل يوم. عشان ما نستهبلش. عشان ما نستهبلش، بل وفرناهم كانهم دليفري من بره بنسيبها زود. تمام؟ لا، هاجي ايام ان انا ممكن اقصر في البيت ما ارجعش التوقيت. يبقى من البدايه يعني. يجي يقول لها بس ده مش معناه انه كل يوم. مش معناه كل يوم، او تعالى نتفق ان في يومين في الاسبوع اكل بره هيريحك منه. يعني في ناس على فكره، في ناس ماشيه بدورها بالقلم والقلم. السبت هناكل كذا والحد هناكل كذا والاثنين هناكل كذا، والله العظيم وحاطين الورقه دي في المطبخ. مش عارف نفسي اروح ليه؟ براحتهم. هم شايفين ان الرولز او القوانين دي مرتاحين. خلاص احنا مش مرتاحين مع بعض. خلاص. المهم ان الطرفين يوصلوا لنقاط معينه الاثنين يبقوا مرتاحين، مش ان الراجل
باصص بدماغه وبعقليته ده اللي انا عايزه وده اللي انا مصمم عليه ده حقي. طب هي هتقول انا حقي برضه في حاجات تانية كتير. انت فاهم ازاي؟ هتقول برضه انا حقي برضه في حاجات تانية كتير. ولما الاثنين يمسكوا كده ومبقاش فيه الليونه وان فيه مودة والرحمة تخيل او المودة والرحمة تمام؟ من هنا بتحصل الازعاج. ومن هنا سهل جدا نخش الشباب. شوف فلانه بتعمل ايه لجوزها، شوف فلانه مش عارف ايه، شوف وشوف 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 وشوف، يبتدي النار عنده هو ايه؟ تعمل. فاول كلام بينهم ولا بعض. وده اللي بيحبه الشيطان وده اللي بيحبه ابليس يعرف بعض. ابليس عنده من يهد بيت افضل بكتير من انك تزرع او تسقي او تعمل. لان هد البيت حتى يعني قيل في الاثر ان اللي بي يعني اللي بيهد بيت يقول له انت قريب مني ولا بيسه تاني. هو النواه بتاعت المجتمع. لان انت ضربت الدنيا لان من خلال كده هينتشر باقي الحاجات فانت جبت الاساس يعني. تمام؟ القواعد. ما راجع لك الراجل عقله سموه ان هو غرف. يعني ايه غرف؟ يعني دلوقتي انا قاعد في الشغل فانا مفيش في دماغي مفيش في دماغي الا الشغل. حلو كده؟ هتيجي هي اهو راح الشغل ونسينا وما سالش علينا وهو مش عارف ايه وهو مشغول بشغله وشغله هو مستحيل يفكر في اي حاجه تاني. هو مستحيل يفكر في اي حاجه تاني الا اذا كان في هم في البيت ولد تعبان وهو متعلق بالولد ده قوي هي غصب عنه هتلاقيه متصل. تمام؟ بس مش هتلاقيه كتير برضه. فاهمني؟ يعني مش هتلاقيه برضه كتير غصب عنه هو حط تركيزه في حاجه واحده الغرفه دي بتطلع اتفتحت ما بيشوفش اي غرف تاني. لا بيت ولا اولاد ولا اي حاجه تاني. خلاص؟ عنده غرفه المال. دي غرفه برضه وحديها. يعني لما بيجي يفكر في المال او الدنيا دي مخصصه، عنده غرفه للزوجه، عنده غرفه للاولاد، عنده غرفه وعنده غرفه فاضيه. دي ميزه للراجل عن الست. لما يحس بضغط بيروح على الغرفه الفاضيه. هي غرفه فاضيه مش عايز اقول كيف كيف لفظ صعب شويه. تمام؟ تمام. اربع غرف دكتور؟ لا لا هو في اكتر من غرفه عد بقى على حسب حياتك. على حسب حياتك مقسمه لغرف لكن في الاخر الراجل عنده غرفه فاضيه. يعني ايه مثلا؟ تلاقي ماسك ريموت التلفزيون ودي بيعملها في الجلد كده قوي وقاعد في عمليه في الجلد كده. انت قاعده هتتجنني هو مش بيسمع حاجه خالص. تمام؟ هو بس كل اللي فيه دماغه عامله ش هو مش عايز يجيب حاجه فانت قاعده جنبه. طب خلي المسلسل ده بيقلب. طب خلي الاغنيه دي. هو مش عايز حاجه هو كل اللي فيه تيجي تقول له فكر في ايه؟ ما يردش. هو كده داخل في غرفه فاضيه. وفعلا ما بيفكرش في حاجه. ما انت مش هتعرفي عشان مش عندك. ما بيفكرش في حاجه دماغه وقفت. فطبعا مستحيل الست توصل لها الكلمه دي. لان تيجي دماغ الست كله داخل في بعض. تمام؟ فلو الراجل سال الست بتفكري في ايه؟ وقالت مفيش بقول له قولها كدابه. عشان ده مستحيل. مستحيل. تمام؟ على طول بتفكري في ايه؟ مفيش حاجه. طب والله كدابه. والله والله كدابه. لكن انت لو سالتيه هو يعني احتمال كبير فعلا مش مفكر في حاجه. ودي تبان عليه علامات البلاغه. تحس ان هو بص عينيه مغربه كده تمام ومفيش اي رياكشن على وشه يعني بيضحك ولا مكشر ولا زعلان ولا فرحان ولا اي حاجه. هو مش فاهم هو دلوقتي مجرد ما شفت الرياكشن ده على وشه تمام هو في الغرفه الفاضيه. شكرا. افضل حاجه اوعي تقربي له وهو في الغرفه الفاضيه. ممنوع دخول اي حد. ابص ليه؟ ولا حاجة. هو مش بيفضي ده هو من كتر ضغط الغرف هرب جوه الغرفة دي عشان يقدر يكمل بعد كده تاني. دي هتستمر غير على خاطر جوه
حسب هو بقى حسب درجة هروبه ايه حسب الضغط برضه اللي بره ممكن تبقى مرض بقى ما لو طولت قوي تبقى مرض هو كده اصبح فضل الهروب على الواقع وتبقى قصة ثانية تمام لكن لما نتكلم ان ربنا بيديها على الاقل هنقول فترة استراحة او البريك اللي بياخده من الدوشة ومن الدنيا الهروب حاجة كست والهروب حاجة كراجل هو دي لو دخل الغرفة هو مش بيهرب هو بياخد ايه؟ استراحة انا بقول عليها استراحة المحارب تعال يا حبيبي تعال يا حبيبي تمام؟ اسمها استراحة المحارب تماني؟ لا انتوا ما عندكوش استراحات انتوا ما داخلة ببعض كده فتيجي الراجل يسأل الست بتفكري في ايه؟ مفيش كتاب هي صحابة مكان مفيش ده مستحيل لكن تيجي الست تسأل الراجل فكر في ايه؟ ده كويس ان يقول انت ماذا احيانا ما بيردش هو يبص لها وساكت انت امشي والله العظيم لا بيفكر في واحده ثانيه ولا بيفكر ان هو يتجوز ولا والله ما بيفكر في ولا حاجه لان هي اوتوماتيك قال ما فيش بيفكر في مين؟ ده دماغها تبتدي تسرح هو بيكون بيفكر ولا لا؟ لا هو ما بيكونش بيفكر فعلا يعني احنا بنقول ان في دماغ الراجل ليه غرفه فاضيه غرفه احيانا تحس ان حاجه عملت بدون تفكير حاجه بتزن بس لكن مفيش فكره معينه الست لا طب لو كان بيفكر وساعات بيقول لا هو بيفكر ماشي بيقول بيفكر ماشي ما يفهم ماشي لكن احنا بنقول ان هو عنده القدره ان هو ما يفكرش عنده القدره وعلى فكره دي بتبان امتى كمان يا عمر؟ بتبان بعد ارهاق يوم شغل كامل بيبقى عايز يروح البيت ما يتكلمش يعني هو بيروح خلاص يبتدي يغير ويعمل اللي هو بيعمله حتى هو قاعد بياكل مثلا تلاقيه بياكل ومش عارف بياكل ايه هو بس عايز دماغه ايه؟ تحاول ترضى شويه فيجي بقى العيال ما همش ذنبه ما همش دعوه انت طول اليوم بقى تمام يجي يتمططوا عليه هو مش حامل ان هو مش عايز حد يخش الغرفه دي دلوقتي لا عيال ولا زوجه ولا ام ولا اب ممنوع انت فاهماني ازاي؟ ممنوع حاجه عسكريه كده فيجي اي حد يخش يبتدي بقى يتحول لدور اللي هو مش بيبقى عارفين ان هو دلوقتي حلو قوي ما احنا دورنا ان احنا هنا ايه؟ هو نفسه عارف ما احنا بنعرف هو نفسه عارف ايه؟ هو نفسه مش عارف حاجه واحده بس انا مش عايز دوشه ايوه بس ما يعرفش وعلى فكره دي بيتفق فيها كل الانظمه عشان كده بنقول احنا هنا الراجل عموما مش الراجل والست او البصر اللي بيسمع والحس الراجل عموما لازم الغرفة دي موجودة. خلاف الست بقى 30,000 حاجة مع بعض. 30,000 حاجة مع بعض. العيال والبيت ولو في شغل والطبيخ وعايز أعمل إيه؟ للثلاث أيام جاية قدام. تمام؟ والله تبتدي تفكر كده يعني هنطبخ إيه الخميس الجاي؟ تمام؟ تبتدي تفكر وعايزة تجيب وتتصل بفلانة عشان يجيب لها مش عارف إيه أو وأنا بطلع من الشغل عايز أعدي على مستحيل زي بعض. هتلاقي على طول الكلام ده سهل. والله تعالى اروح على بالي. في واحد بقى لي كلمة. تعالى طول الكلام ده سهل. فدي أكبر فوارق ما بين عقل الراجل وعقل الست. ودي اللي لازم الطرفين يعرفوها. يعني أنت برضه لو لقيت مراتك في حالة زي كده عمالة تكلم نفسها بدعم. والله أنت ممكن تهب فيك بأي حاجة تانية. تمام؟ فاحذر يعني. يعني خد بالك برضه لما تلاقيها بتعمل كده شكرا في حاجه مهمه قوي الراجل لما يبقى معاه مشكله بيبقى عايز حلها مش عايز يتكلم خد بالك من الفرق بين الراجل والست الراجل مش عايز يتكلم الراجل عايز الحل الست العكس عايزه تتكلم مش عايزه الحل زيادتك تيجي تقول لك في الشغل عملوا لي والشغل سووا لي هو رد فعل ايه؟ انت اللي تعمل نفسك، قلت لك يا اختي اقعدي من الشغل. الف غلط اوعى تقول لها كده. قول لها معلش هم عملوا لي كده يبقى اكيد شايفينك ان انت حد نصب او بيغانين منك. تمام؟ اوعى تدي حل. ثبتها. تمام؟ اوعى تدي حل. ما تديش حل خالص. لان هي مش عايزه حل. بس ساعات برضه بتكون عايزه حل. والله بتهيألك هي عايزه العفو.
طب جربيها كده، معاكي مشكله رغيت 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 وبكيت وتنططي وعملت وسويتي وما وصلتيش حل، مش لاقي تصدق ارتحت لما اتكلمتي. اه والله الراجل يا ابني مالك يا ابني مالك يا ابني مالك ما يقولكش الا لو حس ان يمكن يكون معاك حل، ويندم ندم شديد قوي لو كلم حد ما يوصلش الحل. تمام؟ حتى لو وصل الحل برضه مهم بغض النظر، هو بغض النظر تمام؟ لكن لكن ال 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 الفروق ما بين الاثنين دي لازم تبقى بعض. يعني مراتك لو جت تحكي لك اسمع اسمع، هتيجي على نفسك مش هيجي على نفسك اسمع، وسيبها تفرغ. تمام؟ كل اللي محتاجه ايه؟ طبطبه واديها كلام ايجابي بس. ايه حل الموضوع؟ هنوصل مع بعض لحل انا وانت، وخليها هي تكون الحل مش انت، لانها ممكن تلبسك في احلى حته. لا اعملي كذا تروح عاملاها وتطلع مش هي عايزه تقول لك بص بص انت لو قعدتني بص بص. هو استاذ صراحه في كده تمام؟ فاحذروا برضه من الحته دي يعني. فمشاكل بيوت كتير بتحصل ان بتيجي هي هو مش بيسمعني، تلاقيها على فكره كتير جدا بالشكل الموضوع لا تمام؟ هو مش بيسمعني وهي اصل هي ربطتها كتير، هي بس عماله تروح وانا في الشغل وبره وطالع عين اهلي وعماله اجيب لكم فلوس عشان خاطر البيت، وهو باصص من ناحيته وما بصش للطرف الثاني. فكل واحد بيبتدي هنا يبص للقلم بتاعه. فضيل رسم خروجي كده ايه اللي جوه عقل الراجل يعني؟ كله ده كده؟ اه بصوا الحب نقطة صغيرة ازاي في عقل الراجل؟ بص دي بص الست برضه سيبه ده حاجة خروجي كده يعني. بس بالنسبة للمشاكل فعلا اللي احنا بنقابلها يعني مشاكل بره زي ما عممت اميره من شويه على الدنيا بصبصه على الستات حلوه ومزه ودنيا وبص بقى حجمها قد ايه؟ شوف مركز الكذب عنده قد ايه؟ والله اه بسيطه والله ما اجي لك الست ده هتاخد حقك يعني. الشك والغيره عنده عنيد تمام؟ ادي الغرفه الفاضيه دي المساحه الفاضيه. بصوا حته الكذب اللي بيبتدي يلجا ليها كتير، انت الوحيده في حياتي. تمام؟ لو سمحت ايدك اه هو دي عند كله برضه؟ اه بصوا بقى مسافر مع مديري دي اعرف انه كذاب على طول يعني. شفت الخيانه قد ايه؟ شفت الخيانه قد ايه؟ اه والشله الفاسده قد ايه؟ لا المفروض تكبر بقى. بص عندي اجتماع مهم يعني انا مش هتعشى معاكي.